موطني موطني. الشباب لن يكل همه أن يستقل أو يبيك. هل أراك سالما منعما وغانما مكرما؟ سالما منعما وغانما مكرما. هل أراك؟ مساء الخير واهلا بيكم في ستوري جديدة. اللي هيتفرج على الفيديو ده للاخر معناها انه شاف الجزء الاول من القصة، واللي لسه ما شافش الجزء الاول يروح يشوفه وبعد كده يجي يشوف الجزء الثاني. وكمان هسيب لكم لينك الجزء الاول في اول تعليق مثبت. وقفنا في الجزء الاول عند الست اللي اخترقت صفوف الوقفة الاحتجاجية علشان توصل للشرطة، وقادت الشرطة لرسالة مكتوب فيها مكان ساندرا، والشرطة اخدت الرسالة ورجعوا بيها على اسم الشرطة كدليل يوصلهم لمكان ساندرا. لكن خبراء الورق والكتابة اليدوية لاحظوا حاجة غريبة في الرسالة. الرسالة مليانة أخطاء إملائية، وهي أصلا كانوا كام كلمة على بعضهم ما يتعدوش السبع كلمات، يعني أي حد يعرف يكتبهم عادي، مش مستهلك كل الأخطاء الإملائية دي. وكمان كان من وجهة نظر الخبراء إن الأخطاء الإملائية دي متعمدة، وكان من الواضح إن اللي كتب الرسالة دي بيحاول يزور في خطه علشان محدش يعرف خطه الحقيقي. وبعيدا بقى عن الخط والأخطاء الإملائية والحاجات دي، فمجمل الرسالة عامة كان مرعب بالنسبة للشرطة، لأنهم دلوقتي كانوا عارفين إن هما بيدوروا على جثة ساندرا، وبكده هتكون ساندرا مش على قيد الحياة. تاني يوم الصبح الشرطة بعتت فرق الغواصين للمكان اللي كان مكتوب في الرسالة، اللي كان على بعد 2 ميل بس من حديقة المقطورات. لكن للأسف الغواصين هناك قابلتهم مشكلة كبيرة، وهي ان المية كانت مية صرف صحي للمزارع المجاورة، وبالتالي ما كانتش طبعا بسمك المية، وكانت اسمك كتير جدا من المية. وكان صعب جدا طبعا على الغواصين ان هم ينزلوا في المية دي، وحتى لو نزلوا فمش هيعرفوا يشوفوا في المية. وفي الوقت ده الشرطة كانت بتحاول تتعقب اصل الرسالة اللي قادتهم ليها ميليسيا هوكابي، اللي هي اصلا جارة ساندرا في حديقة المقطورات. وساندرا كانت صديقة لبنت ميليسيا اللي عندها 5 سنين، ومش بس صديقتها، دي كانت من اعز وافضل صديقاتها. ميليسيا كانت بتشتغل في الكنيسة المحلية في مدرسة الحد، وكان ابوها قس في الكنيسة دي، ومن ساعة اختفاء ساندرا وهم الحقيقة بيدعوا لها ويصلوا لها طول الوقت. ميليسيا قالت للشرطة ان هي متضايقة من ذكر شنطتها المسروقة في الرسالة، لان هي دي الجارة اللي كانت اتسرقت منها الشنطة وقت اختفاء ساندرا، ودلوقتي بس عرفت ان الموضوع كان يستاهل ان هي تبلغ عن سرقة الشنطة من الاول. بس صدفة غريبة قوي ان الشنطة تكون كبيرة لدرجة ان هي تستوعب جسم طفلة. هو المجرم مثلا كان عامل حسابه ان هو هيجي يلاقي الشنطة فيخطف فيها البنت وياخدها في الشنطة ويمشي؟ الشرطة بدأت تحقق مع ميليسيا، وكان في حاجة غريبة جدا في التحقيق مش مريحاهم. اشمعنى ميليسيا اللي تتسرق منها الشنطة؟ وشمعنا المجرم يحب يتواصل بالذات مع ميليسيا ويبعت لها الرسالة؟ وشمعنا المجرم يأكد في الرسالة على كلمة الشنطة المسروقة؟ ليه مثلا ما قالش موجودة في الشنطة والشنطة مرمية في المية؟ يمكن لان الشنطة بتاعت ميليسيا فالمجرم بعت لها الرسالة هي مثلا. الشرطة ما اشتبهتش فيها كقتلة او كخطفة، لكن شكوا فيها في ان هي يكون لها علاقة بموضوع الرسالة ده، وشكوا كمان في اصالة الرسالة، بمعنى ان ميليسيا تكون اصلا هي اللي اخترعت الرسالة دي علشان بس تحظى بشوية اهتمام كده. الشرطة فضلت تستجوبها، وكانوا عاوزين يعرفوا اكتر عن علاقتها بساندرا، وسألوها كمان عن مكان تواجدها وقت اختفاء ساندرا. فقالت لهم ان هي كانت في الكنيسة في الوقت ده بتزين صفوف مدرسة الحد. وطبعا الشرطة كانت عاوزة اثبات على الكلام ده، فقالوا لها مثلا ما عملتش رسالة مكالمة من موقعك في مدرسة الحد وانت هناك؟ قالت لهم انا في الوقت ده عملت مكالمة لواحد في حديقة المقطورات علشان ابلغه بسرقة الشنطة. الشرطة بحثت في سجل التليفون بتاعها، ولقوا فعلا ان هي عاملة مكالمة لشخص في حديقة المقطورات الساعة 4، والساعة 4 دي كان اخر مرة ظهرت فيها ساندرا على كاميرات المراقبة. وده مش معناه خالص ان ساندرا اختفت الساعة 4، ممكن تكون اختفت 4:30، 5، 6،
وطول المدة دي كانت بتلعب لوحدها في الجنينة، وعلشان كده فضلت الشرطة شكة في ميليسيا، مش لأنها مجرمة أو خطفة، ولكن كشخص محل اهتمام، فطلبوا منها يفتشوا عربيتها، جايز يعني يوصلوا لحاجة. فقالت لهم عادي اتفضلوا. فتشت الشرطة العربية بتاعتها، وفعلا لقوا حاجة غريبة في صندوق القفازات بتاعها. لقوا ورقة كده وعليها شخبطة كتير، وكان باين ان الشخبطة دي شخبطة فوق كلمات مكتوبة، بس الشخبطة كانت كتير لدرجة انك ما تقدرش تميز الكلمات اللي تحت كل الشخبطة دي. الشرطة بعتت الرسالة للخبراء، واللي ما كانش صعب عليهم ابدا يميزوا محتوى الرسالة دي. حطوا الرسالة تحت المجهر وعملوا فيها شوية حبشتكنات كده لحد ما قدروا يقروا الكلام اللي مكتوب تحت الشخبطة، واللي كان مكتوب فيها ثلاث كلمات: طريق فاشي، وايت هول، والمية. حاجة غريبة شوية، مش الكلمات دي برضو مكتوبة في رسالة المجرم؟ وهنا شك الشرطة زاد أكتر في ميليسيا، فقرروا يفتشوا بيتها، ولقوا دفتر ملاحظات موجود تحت ترابيزة موجودة جنب السرير بتاعها، وده طبعا مش المكان الطبيعي لدفتر ملاحظات. بس الحاجة الأغرب اللي هم لقوها في الدفتر ده، إن الدفتر نفس مقاس الورقة اللي كان مكتوب فيها الرسالة. والأغرب من كده كمان، إنهم لقوا سن قلم معلم في الدفتر مكان الكتابة. عارفين لما بتكتبوا في دفتر ولا حاجة في واحدة من صفحاته وتقلبوا الصفحة، مش بيكون الكلام معلم كده في الصفحة اللي بعدها؟ أهو ده بالظبط اللي كان في الدفتر. والمفاجأة الأغرب من كل ده، إنه بتحليل أثر الكتابة دي اتضح ان الكلام اللي معلم في الورقة نفس محتوى الرسالة اللي ميليسيا قادت الشرطة ليها. ومعرفش ليه الشرطة بعد ما اتأكدوا من الرسالة ما قبضوش عليها، لكنهم قالوا ان هي جايز تكون كتبت الرسالة دي علشان تحظى بشوية اهتمام والاضواء تتسلط عليها. واللي خلى الشرطة تفكر كده، انها يوم الوقفة الاحتجاجية على ضوء الشموع كانت عمالة تزق الناس وتبكي وتصرخ علشان توصل للشرطة، وكانت يعني عاملة زيطة وزنبليطة في المكان، وخصوصا بقى ان هي كان عندها تاريخ مع المرض النفسي، وكل الناس اللي يعرفوها قالوا ان هي انسانة درامية وبتحب تجذب الاضواء ليها وتكسب تعاطف. ورغم ان الشرطة بدأوا يعتقدوا خلاص ان هي عملت كده علشان تجذب الانتباه مش اكتر، ولكن فضلوا يستجوبوها. فقالت لهم على شخصين هي شك فيهم. الشخص الاول اللي هو الراجل العجوز اللي كان اتحرش بساندرا وقلنا عليه في الجزء الاول، وقالت لهم ان هي شافته اكتر من مرة بيتكلم مع ساندرا في مناسبات مختلفة. وقالت لهم على راجل تاني بيخدر الاطفال. انا مش عارف بصراحة ازاي ما اتذكرش تفاصيل في الموضوع ده، لكن اللي استغربت منه انه ازاي معروف عنه ان هو بيخدر اطفال وازاي هو مش موجود في السجن. وقالت لهم على اسمين كمان لراجل صايغ وابنه، وقالت لهم ان الاتنين دول برضو بينجذبوا للاطفال، وانهم معاهم على موبايلاتهم صور مش كويسة لاطفال، واحتمال كبير تكون صورة ساندرا من ضمنهم. الشرطة بدأت تستجوب الراجل العجوز والصايغ وابنه وصدروا موبايلاتهم، وفعلا لقوا صور مش كويسة لاطفال موجودة على تليفونات الصايغ وابنه، وللأسف كمان انه كان من ضمنهم صور لساندرا بطريقة مش كويسة متاخدة من زوايا معينة، والبنت طبعا يعني بنت طفلة ما تعرفش اي حاجة عن الكلام ده. المهم ان الشرطة حطتهم كلهم على جهاز كشف الكذب، والراجل العجوز عدى من جهاز كشف الكذب بنجاح، ولكن الراجل اللي كان بيخدر الاطفال فشل في اختبار جهاز كشف الكذب، لكن كان عنده حجة غياب قوية للشرطة. نيجي بقى للصايغ وابنه واللي فشلوا هما الاتنين في اختبار كشف الكذب. معقول يكونوا هما التلاتة متورطين في الجريمة؟ بس خلينا برضو متفقين ان جهاز كشف الكذب ما بيبقاش دقيق قوي، وعلشان كده ما بيتاخدش بيه في المحكمة. الشرطة بدأت تشك ان هما مجموعة كبيرة ومتورطين مع بعض، واحتمال كبير كمان تكون ميليسيا متورطة معاهم، لان هي شمعنا الاربعة دول اللي شكت فيهم وفعلا ينفع يشتبه فيهم. لكن قبل ما الشرطة تبدأ تمشي ورا النظرية دي، جات لهم مكالمة ما كانوش يتمنوا يسمعوها ابدا. يوم 6 ابريل 2009، يعني بعد حوالي 11 يوم كده من اختفاء ساندرا، جات لهم مكالمة من عامل في بركة ري محلية بيقول لهم انه لقى شنطة كبيرة في بركة الري وهو بيجففها. وراحت الشرطة فورا للمكان ولقوا الشنطة السوداء، والقفل بتاعها كان مقفول بخيط ابيض. الشرطة ما رضيتش تفتح الشنطة هناك علشان ما يأثروش على اي ادلة ممكن تفيد في الطب الشرعي. طبعا الدكاترة وهما بيستلموا الشنطة كانت تقيلة جدا وخارج منها ريحة تحلل واضحة جدا، وفتحوا الشنطة ولقوا فيها ساندرا وكانت لابسة هدومها وواخدة وضع الجنين، بس كان التحلل سريع جدا فمعرفوش طبعا يتعرفوا عليها من خلال الملامح بتاعتها،
لكن اتعرفوا عليها من الملابس. وللوهلة الاولى كده لما بصوا لساندرا ما عرفوش هي ماتت ازاي، ما كانش فيه عليها اي جروح او خدوش، وكان لازم ينتظروا نتيجة التشريح. ما كانش فيه علامات دفاع عن النفس ولا جروح ولا خدوش ولا كدمات، ما كانش فيه بس اللي خدش بسيط كده في شفتها من جوه. لكن تقرير السموم أكد إن ساندرا قبل ما تموت كان في دمها مخدر البرازولام وتم تخديرها بيه، وغالبا كانت تحت تأثير المخدر لما توفت. وكان واضح ان هي تعرضت للاعتداء بجسم غريب، انتوا اكيد فاهمين قصدي يعني. لكن ده كان غريب قوي بالنسبة للشرطة، ان المجرم يعتدي عليها وبعد كده يلبسها هدومها تاني ويحطها في الشنطة ويرميها. في العادة يعني ان المجرم لما بيعمل كده او بيعتدي على ضحية بياخد الهدوم يحرقها يدفنها يرميها في اي مكان لوحدها ويرمي الجثة او يدفنها في اي مكان تاني. لكن ده ما حصلش في حالة ساندرا، وعلشان كده عالم النفس قال ان اللي عمل كده في ساندرا حد قريب جدا منها او شخص ندم جدا بعد ما عمل فيها كده، وعلشان كده لبسها هدومها علشان يحافظ بس على شوية الكرامة اللي متبقين لها. وعلشان كده الشرطة بدأت تاخد خطوات جدية في انهم يشكوا في ميليسيا كمشتبه فيها، لانها هي اللي كتبت الرسالة ولان كان موصوف بالظبط في الرسالة المكان اللي لقوا فيه الشنطة. وعلى طول راحت الشرطة للبيت عندها علشان يقبضوا عليها، ولكن ما لقوهاش في البيت. الجيران قالوا لهم ان هي في المستشفى بعد ما حاولت تنتحر بانها بلعت شفرات حلاقة، ولكن انقذوها على اخر لحظة، وهي دلوقتي موجودة في المستشفى وبتتعالج. وعلشان كده شك الشرطة فيها زاد اكتر. ويمكن هي عندها تاريخ مع المرض النفسي اللي يخليها ممكن تأذي نفسها، لكن اشمعنى ده ما حصلش الا بعد ما الشرطة لقت الشنطة؟ المستشفى ما سمحتش للشرطة ان هم يقابلوا ميليسيا في الوقت ده، لان حالتها النفسية والجسدية ما كانتش تستحمل اي تحقيق، وطلبوا منهم يأجلوا التحقيق لبعد ما تخرج من المستشفى. فقرروا الشرطة ان هم يكملوا التحقيق ويحاولوا يعثروا على اي شهود مثلا كانوا في المنطقة دي في اليوم ده، شافوا حاجة غريبة، حاجة مشبوهة، حاجة يعني أثرت حفظتهم. وفعلا جالهم شخص وقال لهم انه كان ماشي على الطريق ده في نفس اليوم هو وصديقته بالعربية بتاعتهم رايحين المطعم، وشافوا عربية واقفة على جنب الطريق وباب السواق بتاع العربية مفتوح ومفيش حد في العربية. فنزلوا من عربيتهم علشان يشوفوا ايه الموضوع، لقوا واحدة جاية من بعيد من ناحية البركة، فسألوها في حاجة، محتاجة مساعدة في اي حاجة؟ قالت لهم لا بس ده انا كنت رايحة الحمام، وركبت عربيتها ومشيت. ولما الشرطة طلبت منهم وصف للست دي ووصف للعربية اتضح ان هي عربية ميليسيا. وكده الادلة عمالة تتراكم اكتر على ميليسيا. الشرطة قررت ان هم يروحوا حديقة المقطورات علشان يسألوا عنها اكتر الجيران ويعرفوا طبيعة الشخص والتركيبة بتاعة الشخص اللي بيتعاملوا معاه. واللي عرفوه عنها يعني ان طبعها وسلوكها ما كانش كويس، وشكلها كده كانت ناوية تحترف الاجرام، لانها قبل كده سرقت ومرة نصبت ومرة حرقت البيت بتاعها عن عمد وما كانش حد عارف السبب. لكن يعني الموضوع ما وصلش لانها تقتل او تخطف قبل كده. لكن الجيران قالوا للشرطة ان هي في مرة اخدت واحد من الاطفال اللي عايشين في حديقة المقطورات وراحت بيه على الملعب من غير ما تستأذن اهله ولا تعرفهم حتى. تخيل كده تبقى انت قاعد عادي في امان الله بتدور على ابنك مش لقيه، واتاري واحد من الجيران واخده للملعب لكذا ساعة وانت ما تعرفش. ولما رجعت الطفل لاهله كان واضح على شكله كده ان الطفل مش متماسك، مدروخ كده، فخدوه للمستشفى علشان يحللوله، واتضح ان هو واخد مخدر البرازولام اللي كانت ساندرا واخداه. وبعد كل الادلة دي خلاص كان واضح جدا ان ميليسيا هي المجرمة، واعتقد الشرطة ما كانوش محتاجين اي دليل تاني علشان يأكد لهم ده. وعلشان كده الشرطة اخدت اذن من النيابة ان هم يفتشوا الكنيسة. اشمعنا الكنيسة؟ لان ده المكان اللي كانت فيه واللي قالت حجة الغياب بتاعتها انها كانت في المكان ده بتزين صفوف المدرسة اللي بتشتغل فيها وقت اختفاء ساندرا. ولما وصلوا الكنيسة وبدأوا يفتشوا فيها لقوا اول دليل. عارفين الخيط بتاع الستارة اللي بتشدوه كده علشان يتفتح؟ الخيط ده كان مقطوع منه جزء، وفورا جه في بالهم الخيط اللي كان مربوط بيه القفل بتاع الشنطة، وفعلا كان هو الخيط ده. ولقوا في المطبخ دبوس، مش عارف بصراحة نوع الدبوس ايه، ولكن الدبوس ده كان عليه بقعة حمراء، فشكوا ان البقعة الحمراء دي تكون من دم ساندرا، فخدوا الدبوس للمعمل علشان يحلل
ويشوف النتيجة ايه. ولحد ما النتيجة تطلع قرروا يتصنطوا على موبايل ميليسيا، جايز مثلا تعترف في مكالمة بحاجة او يعرفوا اي حاجة من اي مكالمة تثبت عليها التهمة اكتر. ولما خرجت من المستشفى اتصلت بوالدة ساندرا وطلبت منها تبعت بنتها التانية علشان تلعب مع بنتها اللي عندها 5 سنين واللي كانت افضل اصدقاء ساندرا. المهم طبعا ان الشرطة سمعوا المكالمة من هنا وترعبوا جدا، احسن تكون بتستدرج البنت دي كمان علشان تعمل فيها حاجة تاني. الشرطة سمعت المكالمة من هنا وجري على بيت ميليسيا، لكن ما لقوش عندها لا بنتها ولا اخت ساندرا، تقريبا كانوا بيلعبوا بره يعني لحسن الحظ. بس الضابط ما كانش عاوز يكشف لها حقيقة ان هما بيتصنطوا على الموبايل بتاعها علشان ما تاخدش بالها بعد كده. فايه حجتكم يا عم؟ ايه اللي جابكم هنا؟ قال لها احنا عايزينك تيجي معانا القسم علشان بس ناخد اقوالك في شوية حاجات بخصوص الرسالة اللي سلمتيها للشرطة. وبدأوا بقى يواجهوها بالادلة وقالوا لها احنا عارفين ان انت اللي كتبت الرسالة، ولقينا دفتر الملاحظات اللي كتبت فيه الرسالة، ولقينا الرسالة الاولى اللي كتبتيها وشطبت عليها. وكان متوقع طبعا ميليسيا انكرت كل الكلام ده، فالشرطة واجهتها بموضوع الشاهد اللي شافها عند البركة في اليوم ده وقالوا لها احنا عارفين ان انت كنت هناك فعلا. وبمجرد ما قالوا لها كده انهارت ميليسيا واخيرا اعترفت وقالت لهم ده كان حادث، اقسم ان هو كان حادث، دي ماتت لوحدها، انا ما قتلتهاش. قعدوا بقى كده المحققين قدامها وسابوها تبكي وتقول كل اللي عندها، وبدأت بقى تحكي لهم اللي حصل. وقالت لهم ان ساندرا كانت بتلعب الغميضة مع بنتها، وساندرا لما شافت الشنطة دي عندها قالت لها ان هي هتستخبى فيها ودخلت الشنطة وقفلت على نفسها. ولكن ميليسيا في الوقت ده كانت بتستعد ان هي تروح الكنيسة علشان تزين الصفوف، فنسيت خالص ان ساندرا موجودة في الشنطة، واخدت الشنطة حطتها في صندوق العربية وراحت الكنيسة. معرفش ازاي الصراحة لما شالت الشنطة ما حسيتش ان هي تقيلة يعني على غير العادة. المهم بعد ما خلصت شغلها في الكنيسة ورجعت للعربية وشافت الشنطة افتكرت ان ساندرا لسه في الشنطة، وعلى طول فتحت الشنطة وشافت ساندرا جواها ميتة. حاولت تعمل لها انعاش قلب رئوي ولكن كان الاوان فات خلاص، وخافت جدا ان هي تتعاقب على حاجة ما عملتهاش وان حد يتهمها ان هي قتلت البنت، فقررت تاخد الشنطة زي ما هي كده وتروح ترميها في البركة. لكن الرواية دي طبعا ما دخلتش عقل الشرطة بربع جنيه، لان كان واضح في تقرير الطب الشرعي ان البنت تم الاعتداء عليها قبل ما تموت. وليه اصلا اخدت الشنطة معاها للكنيسة وهي مش هتستخدمها؟ وازاي ساندرا هتقدر تضغط نفسها جوه الشنطة بالشكل ده؟ وازاي لما شالت الشنطة ما حسيتش ان هي تقيلة؟ وطلعت نتيجة عينة الدم اللي كانت على الدبوس واتضح ان هو كان دم ساندرا وان ميليسيا استخدمته في الاعتداء عليها. وساندرا ما كانتش راحت الكنيسة دي قبل كده خالص، فازاي الحمض النووي بتاعها موجود على ارضية الكنيسة؟ وتم اعتقال ميليسيا رسميا، لكن الشرطة ما وقفتش لحد كده وحاولوا يجمعوا أدلة أكتر علشان يستخدموها ضدها في المحكمة وما يكونش ليها أي مخرج من القضية. وقرروا يتحفظوا على الكمبيوتر بتاع ميليسيا، ولما خدوه وفحصوه اكتشفوا إن هي خلصت على ساندرا مع سبق الإصرار، وإنها حاولت تبحث عن طريقة لقتل طفل، واتضح إن كان في قضية تانية لطفلة جدها قتلها بنفس الطريقة وحطها في شنطة سفر ورماها في المية. فهي قرأت الموضوع ده ونفذته بالحرف وقررت تستدرج ساندرا، وده اللي حصل لما كانت ساندرا راجعة بيتها وعلى آخر لحظة لفت وشها ومشيت طوالي في الشارع تاني. وكان من الواضح ان حد نده عليها لما لفت راسها، واتضح ان هي كانت ميليسيا واستدرجتها وقالت لها ايه رأيك تيجي معايا الكنيسة نزين صفوف المدرسة. وللأسف البنت وافقت وركبت معاها العربية وراحوا على الكنيسة. وبعد ما وصلوا الكنيسة شربتها عصير كانت حاطة فيه المخدر، ويمكن الحاجة الإيجابية في كل اللي حصل ده ان ساندرا ما كانتش فايقة وقت الاعتداء عليها ووقت ما خلصت عليه علشان طبعا ما تحسش بالوجع. والكلام ده حصل الساعة 5:30، والساعة 6 حطت ساندرا في الشنطة وخدت الشنطة رمتها في المية. المحزن في الموضوع ده بقى ان والدة ساندرا اكتشفت اختفائها الساعة 7، ولما دورت عليها شوية وقررت تبلغ الشرطة باختفائها كانت الساعة 7:30، والبنت اصلا كانت ميتة من حوالي ساعتين قبل كده. ميليسيا هوكابي 28 سنة اتحكمت بالاختطاف والقتل من الدرجة الاولى، وتفادت حكم الاعدام بالصفقة اللي عملتها مع المحكمة بان هي تعترف بالاعتداء على ساندرا مقابل اسقاط حكم الاعدام من عليها. وده فعلا اللي حصل، واتحكم عليها بالسجن المؤبد مع عدم امكانية الافراج المشروط.
وما اعترفتش ابدا هي ليه خطفت البنت وليه اعتدت عليها وليه قتلتها. بعض الناس حاولوا يفسروا الموضوع وقالوا ان ده مرض نفسي عندها، وبعض الناس قالوا ان هي كانت حابه تجذب الانتباه ليها وان هي بقى اللي تلاقي الرساله وتديها للشرطه واللي هي تكون البطل الاساسي في القضيه اللي ساعد في العثور على الطفله المفقوده. وفي كل مره يسالوها عن السبب، عملت كده ليه، تبك وتقول لهم مش عارفة عملت كده ليه ولا ازاي، لكن ده الجريمة مع سبق الإصرار، ازاي مفيش دافع. الخلاصة، حافظوا على أولادكم ونبهوا عليهم ما يمشوش مع أي حد كان، حتى لو كان قريب، إلا لما ياخدوا إذنكم وتكونوا واثقين في الشخص ده، سواء بقى وافقتوا أو ما وافقتوش. وبكده تكون خلصت قصتنا. لايك وشير، واللي مش مشترك يشترك ويفعل زر الإشعارات على خيار الكل، وخلوا صندوق الحواديت يتملي، وبعدين نتقابل.